طفى الشحن، فوصلنا قلنا انه التكامل مالتنا انتجريشن اكس سكوير يصير اكس كيوب اوفر 3 بلس سي 1، وهنا على نفس الحالة واي كيوب اوفر 3 بلس سي 2. ومن عندها انا راح اضرب في 3 راح يصير عندي اكس كيوب ماينس واي كيوب ايكوال سي 1 سي 2 ماينس سي 1 في 3، وهذا كله يكون اي. هذه اللي طلع لي هسه هو نفسه اللي حكينا عنه اللي هو اليو ايكوال اي. اليو هي قلنا فانكشن اوف اكس اند واي، اند زد طبعا، يعني مو الا جاست اكس اند واي، اكس واي زد. فتكونت عندي هاي الإكويج هاي المرحلة الأولى. زين هسه نجي إلى نسوي جزء آخر. ناش كان عندنا إحنا دي واي أوفر إكس زيت. لا هنا هذا العنصر ما يفيدني، هذا العنصر ما يفيدني، خلي اخذ غير عنصر، لان هذا هسه من اخليه راح يسوي واي سكوير دي واي ايكوال اكس زت دي زت. يعني عندي ثلاث اكس واي وزت، فما اقدر اكاملهن، فخلي اخذ غير شيء، خلي اخذ ال اي، خلي هذه نعدلها، هذه نعدلها، تكون المعادلة الثانية هي شنو؟ نأخذ هذا وهذا، الـ x dx over y square z equal dz over y square. يعني أخذت مرة هذا مع هذا، مرة ثانية أخذت هذا مع هذا، مو مشكلة أي اثنين. زين هسه هذا، هذا طبعا هذا راح يختصر هنا الـ y square ويا الـ y square. زين ف هنا هذا ممكن أحصل x dx equals z dz، ممكن أكامله بسهولة. طبعا هسه تقول لي اذا ما قدرنا نوصل لهاي المرحله، يعني اذا ما قدرنا نحصل شيء، اذا ما قدرنا هو ان انا اكو الطريقه الثانيه اللي هي المالتيبلاينج ميثود. ديش الطريقه بها تعقيد بها اطاله، احنا ان شاء الله يعني نجيب الامثله اللي ممكن انت تعزلها تسوي جروبنج، يعني بسهوله تسوي جروبنج تسوي انتجريشن. فنرجع لهنا نقطه هاي المرحله ايضا فروم 2، from 2 راح يكون عندنا x dx equal z dz. by integration تكامل x dx equal تكامل z dz. من عنده راح احصل x square over 2 plus c هاي 2، هاي نخليها 3 equal z square over 2 plus c 4. زين صارت معوجة. من عنده أيضا راح استنتج x square بنفس الطريقة اللي صارت فوق minus z square equal، يعني راح يصير عندنا c4 minus c3 multiplied by 2، كله راح نسميه b اللي هو arbitrary constants، c وال c3 وال c4 إذن هنا كلهن
arbitrary constants. لما ينجمعن مع بعض أيضا راح يكون arbitrary constants آخر جديد اللي هو ال b. اللي هو ال a وال b. زين. هذا أيضا نرجع لهنا لخطواتنا. قلنا إحنا راح نكون من واحد واثنين راح نكون ال u equal a وال b equal b في two functions. لأن صارت عندنا ذني two functions. هسه نجي للخطوة الأخيرة نجي للخطوة الأخيرة اللي هي شنو قلنا the general solution is كذا فانا انا هم اجي اكتب اقول اذن the general solution is نقطتين اللي هي شنو phi equal phi of option of u and v. وهنا قلنا هنا قلنا قلنا phi of u and v. ال u اللي هي قلنا هذه وال v اللي هي هاي يعني of x cube minus y cube وال v اللي هي x square minus z square equal zero. هذا هو الحل ال الهاي لاغرانجز equation. هذا هو الحل لل لاغرانجز equation اللي عندي. خلي اخذ مثال ثاني حتى ان شاء الله يعني يكون ختام هذا الموضوع. بعد ما نحتاج هذني هذني بعد ما نحتاجه راح نمشي عليهن. Example. أيضا is this Lagrange's equation, Lagrange's linear equation? If it is, then solve it. Y Z dz by dx plus xz phi dz by dy equal xy. هذه هي معادلة المثال الثاني. سإذا أجي أحله أيضا راح أقارنه ويا معادلة اللي تقول p في dz by dx زائد q في dz by dy equal r. فعلا عندي ال yz هي function of xyz, ال xz هي function of xyz, وال xy هي function of xyz. بالتالي راح نجي على الخطوات راح نقول انه ال p هي ال yz وال q هي ال xz وال r هي
الاكس واي، بس انا ما احتاج يعني انا ما احتاج اجي اكتب اقول البي تساوي هالقد والكيو تساوي هالقد، انا ما احتاج هي بعد هاي واضحه عندي، اجي اجاوب اقول this is a Lagrange's equation، وبناء عليه اجي اقول the Lagrange's auxiliary equation is auxiliary أو subsidiary، نفس الشيء يعني نفس العبارة auxiliary أو subsidiary نفس الشيء نفس العبارة، المهم equation is إيش قلنا؟ قلنا dx dx over p، ال p اللي هي yz equal dy over q، ال q اللي هي xz equal dz over r، ال r اللي هي xy. إذن هذه هي ال auxiliary equation. الآن أروح على الخطوة الثانية.